ورجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو هوانا اف ام ولسه مكملين في سوا على الهوا. معاكم دلوقتي منى لاشين وايمن سليم وفقرة قاعدة مع ستار. ازيك يا منى؟ الحمد لله يا ايمن. ايه؟ انت ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. نتكلم عن ضيفتنا النهارده. يلا بينا. يلا بينا. هي نجمة مختلفة تماما، شكلها وستايلها وكمان طريقة تعاملها، حتى لما فكرت تغني غنت بشكل مختلف وبقت اول مطربة مصرية بتغني انجلش. طموحها ما وقفش لحد هنا وراحت وقدمت في اقوى برنامج شهرة واستماع ومشاهدة في العالم العربي كله، برنامج ستار اكاديمي. وعشان تثبت انها جديرة بانها تكون اول مصرية تغني انجلش، هي موجودة النهاردة معانا عشان نحتفل بصدور اول البوم ليها About a Girl. نجمتنا اللي منورانا النهاردة في سوا على الهوا هي نجمة ستار اكاديمي لارا اسكندر. ازيك يا لارا؟ ازيك يا لارا؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ كويسة. مبروك على الالبوم. ثانك يو. تحفة. جميل. لارا، في كلام كتير وتساؤلات جمهورك عايز يعرفها منك، وكمان انت مطلوبة النهاردة عشان نحتفل معاكي بصدور اول البوم. اهلا بيكي في هوانا اف ام. ثانك يو. احنا طبعا مستنيين رسائلكم على الفان بيج الخاصة بينا على الفيسبوك هوانا اف ام بالعربي والانجليزي. لارا، الاول عايزين نبارك لك على الالبوم، وعايزين نقول لك ان هو بجد جميل جدا. وعايز اعرف حاجة، خد منك قد ايه وقت؟ سنتين بالظبط. سنتين بتحضري فيه؟ من وقت ما طلعت من ستار اكاديمي بشوية لغاية ما الالبوم طلع تقريبا سنتين. بقالي سنتين بشتغل عليه، وسنتين بكتب اغاني وبنلحن اغاني وبنشتري اغاني وبنعمل كل حاجة. فاخدت وقتي، بس يعني المجهود كان مجهود كبير واخدت وقتي، بس في الاخر النتيجة كانت كويسة. واول اغنية ابتديتي بيها؟ اول اغنية ابتديت بيها كانت مش مزيان، وكانت سينجل في الاول. وبعدين يعني قررنا بس ننزل سينجل عشان انا بغني بالانجلش مش بالعربي زي ما قلت. فقلت انه على اني اجرب اغنيه بالانجلش الاول، اشوف رد فعل الناس، ولو رد فعل الناس كان كويس هكمل. فعملت اول سينجل، ثاني سينجل، ولما ثاني سينجل نزل ورد فعل الناس كان كويس قلت خلاص يعني ممكن اعمل البوم. ومن الوقت ده ابتديت اشتغل. جميل. اتعاونتي مع مصريين في الالبوم ده غير الاغنيه العربي ولا كان كله؟ الالبوم هو من توزيع، كله من توزيع، ومعظم الالحان من جان ماهي رياشي، هو برودوسر معروف قوي في لبنان وفي الوطن العربي. واتعاملت مش يعني اتعاملت مع عرب ومع ناس من بره، بس كمصريين اتعاملت مع امير تعيمه للاغنيه غنوا معايا، هو اللي كتب. وانا مبسوطه قوي اللي اشتغلت معاه عشان هو عارف انا قد ايه بحب شغله. والكويس كمان ان هو كتب لي الاغنيه غنوا معايا، كتبها لي بطريقه ان هو عارف العربي بتاعي ازاي، فكتبها بطريقه انه يبقى كلام اعرف انا انطقها، يعني حروف يعني اعرف انا اقولها، حاجات كده. يعني العربي بتاعي كمان صعب شويه بالظبط، فهو يعني بيعرفني بيعرف العربي بتاعي، فكتبها بطريقه انه انا ممكن. وفعلا ما هي الاغنية دي كانت بمثابة مفاجأة ليكي للناس، اللي هو الناس كلها تفاجأت لارا هتغني عربي. ايوه. عملتي مع المفاجأة دي ازاي؟ كنت انتي قصدك تفاجئيهم ولا جه الموضوع ازاي؟ انا قررت طول الوقت، الناس كانوا بيسألوني ليه مش بتغني بالعربي، كنت بقول لهم انه الواحد الفنان لازم يعمل حاجة هو مستريح بيها، وانا في الوقت ده ما كنتش مستريحة اغني بالعربي. قلت لهم لما انا حاسة انه هقدر اعمله هعمله اكيد، مش هستنى. ففي الاول ما كنتش ناويه اعمله، قلت هحاول في الالبوم يبقى فيه اغنيه بالعربي، بس ما كنتش ناويه عشان ما كنتش شايفه ان انا I was ready، كنت جاهزه اعمل كده. وبعد وقت شويه يعني في النص واحنا بنعمل الالبوم، يعني قلت لا، لازم اول حاجه لازم اعمل اغنيه بالعربي، ثاني حاجه حاسه ان انا في مرحله دلوقتي ممكن اغني بالعربي او على الاقل عربي خفيف شويه. فقررنا يعني ناخد اغنيه معروفه قوي في ايطاليا اسمها الايطاليانو، هي الاغنيه دي اللحن بتاعها، وامير تعيمه كتب عليها الكلام الجميل قوي، عشان انا حابه الكلام، عشان الكلام فعلا خفيف كده. وفي الوقت في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي الاغنيه كده بتخليك يعني تحس انت فريش بالظبط. فبس فانا مبسوطه قوي انه غنيت بالعربي وغنيت اغنيه الناس فعلا حبوها. و طب واجهتي صعوبه وانت بتغني تعالوا غنوا معايا ولا كانت سهله بالنسبه لي؟ كل حد بيسالني السؤال ده عشان شايفين انه كان هيبقى صعب، بس ما كانش صعب بالنسبه للي كنت فاكره، يعني كنت فاكره انه هيبقى اصعب، بس ما كانش صعب للدرجه دي. يمكن عشان الاغنيه اول حاجه ده لحن انا اعرفه كويس قوي،
لا احنا انا طول عمري يعني الاغنيه دي الاغنيه بالايطالي كنت بغنيها من وانا صغيره. اول حاجه لو هنتكلم عن اللحن لا، وبعدين الكلام كمان زي ما قلت لكم امير تايما كتب لي الكلام بطريقه انا ممكن يعني just to pronounce يعني الكلام بسهوله، فما كانتش صعبه، كانت لا ما كانتش صعبه بالعكس. طب ايه رايك لو انا تغني لنا حته منها قبل ما نطلع لفاصل دلوقتي؟ انا على رايي انت تسمعوا الاغنيه يعني شايفيني قدامكم اساسا بحاول اشرب ميه عشان صوتي يطلع، فاكيد مش هقدر. طب خلونا نروح لفاصل نسمع، تعالوا غنوا معايا ونرجع مره تانية، خليكم معايا. اسمعوا على راديو هاوانا اف ام، اقوى الاغاني اقوى النجوم، على www.hawanafm.com. هاوانا اف ام، الهوا هوا. ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومستمعي هاوانا اف ام، ولسه مكمل معاكم ايمن سليم ومنى لاشين ونجمتنا الجميله لارا. نرجع دلوقتي بالفان بيج بتاعتنا، الناس من قبل ما تيجي عمالين يقول فين لارا. هنبتدي دلوقتي معانا نانسي، بتقول لارا حبيبتي مبروك 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 على الالبوم، روعه والاغاني كلها بتجنن. ثانك يو نانسي. امل جازي بتقول لارا لاف يو، اي لاف يو تو. شاهيناز بتقول بليز صوت لارا مش واضح. خلاص تمام دلوقتي تمام كده تمام. فينا ريمان بتقول لارا بحبك قوي. Thank you. وشروق كمان بتقول عاوز اقول لارا الف الف مبروك على الالبوم. الالبوم اكتر من رائع بجد، كل اغنية فيه احلى من التانية، وبجد كلنا فرحانين وفخورين بيكي قوي يا لارا، بجد شرفتينا ورفعتي راسنا لفوق، بنموت فيك يا نجمتنا الغالية. Thank you. دي اهم حاجة. هي على فكرة فعلا يعني هي نجمة جديدة، اللي هي نجمة مصرية، اللي انتي اول لما شفناكي في ستار اكاديمي كلنا نقول ده مصرية؟ مصرية استحالة. ففعلا اللي هو شكل جديد على مصر، ورفعتي فعلا راسنا شكرا، دي اهم حاجة بالنسبة لي. وكمان في ناس بعد ستار اكاديمي ما بنشوفهمش تاني، يعني الناس فرحانة ان في حد مكمل وفي حد عمل ألبوم، وفرحانين هما عايزين يسمعوا هو عمل ايه. في دودو المصرية بتقول مبروك لارا الألبوم، ربنا يوفقك، انت احلى وافضل نجمة في سماء الفن. Thank you. معنا ريري بتقول حياتي يا لارا الف مبروك، الف الف مليون مبروك على الألبوم، وان شاء الله يكسر الدنيا. في ياسمينة بتقول لارا حبيبتي تجنني دايما رفع راسنا، وربنا يحميكي، الف الف مبروك على الألبوم. كل الفانز بتوعك جمال جدا ما شاء الله. هنرجع دلوقتي نكمل بيت كلامنا معاكي. خليني انا اقول لك قطعتك. اتفضل. لا طبعا مايك معاك. اختيارك للاغاني يعني حتى لو انت اللي بتقلدي الاغاني برضو بتبقى حاجه مختلفه، مفيش حاجه شبه الثانيه ولا حاجه شبه اغنيه ثانيه عموما. يعني دايما تركيزك. انا مبسوطه انه قلت كده عشان دي ده الهدف بتاعي. وكمان يا لارا انا سمعت في تصريح ليكي انت كل اغنيه ليها معاكي موقف وبتعبر عن حاجه جواكي. طب نطلع باغنيه اغنيه دلوقتي، ايجيبت، كلمينا عن ايجيبت. ايجيبت اغنيه يعني ايجيبت اغنيه اوبيسلي عن مصر. ايوه. كتبتها انا كتبتها بعد الثوره، و بس انا بالنسبه لي كانت اغنيه في وقت الثوره، باحترامي كل الاغاني اللي نزلوا يعني في وقت الثوره، الأغنية بتاعتي الكلام بتاعي والتفكير بتاعي ما كانش تفكير حزين. كنت بالعكس كنت شايف انه في امل، وكنت شايف انه بعد الثورة في امل، ولازم كلنا نبقى ايد واحدة ونرجع مصر عشان نحاول نعمل حاجة في بلدنا. فعشان كده الأغنية اسمها Egypt coming home، يعني Egypt احنا يعني راجعين لك يعني جايين تاني. فكتبت الأغنية دي بتفكير انه كان عندي امل، وما كنتش عايزه اعمل اغنيه حزينه. سمعنا اغاني يعني كتير قوي حزينه في وقت الثوره، فما كنتش عايزه اعمل كده. كنت عايزه اعمل حاجه اوبيسلي مختلفه، واوبيسلي كمان تفكيري انا كنت شايفه انه في امل وفي يعني حاجه كويسه هتحصل بس لو احنا بنصدق انه لازم نبقى ايد واحده وما نفرقش عن بعض. فقررت اكتب الاغنيه دي، وهي دويت مع امريكان عرب امريكان رابر اسمه غازا، وهو كتب كلامه وانا كتبت كلامي. انا كنت عايزه اسالك فعلا يعني مش غريبه اللي هو اغنيه عن ايجيبت وعاملاها مع مطرب عالمي وليه دويت غازا؟ هو عرب، هو هيز ان عرب امريكان رابر، يعني هو عايش هناك. هو عرب
عربي في الاخر. يعني هو كان فكرته وانت قلت له خلاص نعملها دويتو ولا انت اللي عرفتي عليه؟ انا كنت عايزه ابقى عندي حد، كنت عايزه ابقى عندي رابر في الاغنيه دي لسبب واحد. الراب بيدي لون مختلف للاغنيه، especially لو دي اغنيه بتيجي من القلب، بيدي لون مختلف الراب، خصوصا لما بيبقى راب مش عارفه ازاي اشرح، بس مش كوميرشال، بيبقى كلام جاي من القلب. بس اكيد ما كنتش هعمل دويت للاغنيه لمصر مع حد مش عربي، حد مش فاهمنا. فكنت يعني خايفه شويه، ما كنتش لاقيه حد بيعمل راب بالانجلش وكمان عربي، فهو فاهم الموقف وفاهم يعني كل حاجه حوالينا. فجان ماهير ياش البرودوسر بتاعي، المنتج بتاعي، يعرفه، فقال لي في واحد عايش في نيويورك وبيكتب اغاني وهيز رابر وكده، فبعت لي الاغنيه، بعت لي هو كلامه وكده وحبيته قوي، وقررنا نعمل الاغنيه دي مع بعض. والاغنيه دي بالنسبه لي Egypt Coming Home اغنيه مش بس قريبه من قلبي، بس حاسه انه مش بس المصريين، كل حد يسمعها يعني بيحب بلده يقدر يلاقي نفسه في الاغنيه دي او يلاقي حب لبلده في الاغنيه دي. طيب اغنيه تانية، اغنيه دويتو مع باباك، كلنا اكتشفنا ان باباكي صوته حلو جدا. بابايا يعني من احلى اصوات انا سمعتها في حياتي، ومش عشان بابايا. انا مش هقولك بقى، مش هكلمك عن باباكي، بس هكلمك اشمعنى الاغنيه دي بالذات اللي غنيتيها مع باباكي. اوكي اوكي، هبتدي بليه غنيت مع بابايا. اول حاجه عشان انا بابايا هو اللي دخل حب المزيكا جوايا، هو اللي علمني الغنى وكل حاجه. وليه الاغنيه دي بالذات؟ عشان اول حاجه ليه الاغنيه بالايطالي؟ عشان انا اتربيت في بيت بنسمع مزيكا غربي وبنسمع خصوصا ايطالي، انا بابايا بيغني ايطالي، وطول عمري يعني من وانا صغيره اهلي بيحطوا مزيكا ايطالي في البيت. فانا بالنسبه لي لما انا وبابايا قررنا نعمل دوات مع بعض، قلنا على الاقل نعملها باللغه اللي خلتنا نحب المزيكا، ودي لغه الايطاليه، معروفين في ايطاليا اغانيهم يعني حلوين، وحتى لو واحد مش فاهم الكلام، اللحن لوحده بيبقى حلو، وكلام كمان بيعبر، الاغنيه بتعبر عن قصه بنت مع باباها، وازاي هو كان بيحب يغني بس قرر انه ما يغنيش ويشتغل، فبيشوف حلمه بيتحقق من خلال بنته ويعني واللي هي بتعمله. فدي يعني القصه بتاعتي انا وبابايا، انه هو كان بيحب يغني وقرر ما يغنيش يعني. يعني هو ده الموقف بتاع الاغنيه دي more or less. يعني في اكتر طبعا، في يعني قصص اكتر في الاغنيه، بس دي more or less اكتر حاجه. الاغنيه اسمها ميتشي دي سامبري، يعني اصدقاء للابد، friends forever. يعني بتوري كمان انا وبابايا يعني friends قبل exactly we're always friends، واحنا قريبين قوي من بعض، والاغنيه بتعبر عن كده. طيب انت دلوقتي كلمتينا عن اغنيه ايجيبت جت ازاي، في دلوقتي الالبومز بتاعك بيضم تفاؤل وبيضم عن الصداقه وعن كذا ستايل، وانت قلتي كل حاجه انت اللي بتفكري فيها وانت اللي بتجيبيها، قولي لي التفاؤل والصداقه دي جت ايه، مواقف معينه ولا جت ازاي؟ يعني انا عندي رول، يعني طريقه بعمل الالبوم بتاعي او بكتب الاغاني نفسي، او لما باجي اختار اغنيه حد يعني بتتعرض عليا، زي ما قلتي لازم تبقى حاجه انا شايفه نفسي فيها. فكل الحاجات دي صداقه والحب او all these things، يعني بنت قدي اكيد هتحس بالحاجات دي، او اكيد دول يعني تجربات هي هتعيشها في حياتها. فالالبوم عباره عن كده، يعني عباره عن صداقه او الحب او حد التفاؤل، حد او حد مثلا كسرني قلبي حاجه كده، يعني فكلهم على حاجات كده. طيب about a girl هيد الالبوم، معنى كده ان الالبوم للبنات فقط ما نسمعوش؟ وده اللي زعلت منه كتير، عشان في الصحافه كتبوا كده كتير على الانترنت انه لا عملت البوم about a girl للبنات فقط، انا قاعده كده في البيت بقول يعني ليه بيقولوا كده؟ بالعكس، about a girl يعني العنوان لو ترجمته بالعربي يعني عن بنت، فهي هو ألبوم عن بنت، ممكن يبقى أنا، ممكن يبقى أي حد هنا سمع أغنية وحاسس إنه الأغنية دي
دي بتعبر عن يعني التجربة أنا عشتها أو whatever. ممكن يبقى في ولد يسمع الألبوم كمان ويحس بنفس الحاجة, بس أنا لما عملت الألبوم ده أنا بشوف إنه الفن لازم يبقى حاجة يعني شخصي شوية, مش إنه نغني أي أغاني يلا نرقص الناس وخلاص عملنا ألبوم. لا, أنا كنت عايزة أفتح قلبي شوية وأوري للناس, أخلي الناس يتعرفوا عليا أكتر. فوريت لهم يعني أنا مثلا حد مثلا جرح لي قلبي غنيت على الاغنيه على الموقف ده, لما انا عملت حاجه في حد تاني مثلا غنيت على كده, على صداقه بغني على كده. كل اغنيه ليها حاله معينه فهي عن الالبوم عني انا وعن اي بنت او اي شاب قدي او نفس الايدج رينج يعني حاسس بالحاجات دي. لورا, انت عارفه لما سمعت الاغاني بتاعتك افتكرت على طول مين؟ بيانسي. وفي تصريح ليكي اتاكدت يعني انا اتفاجئت لما لقيتك بتقولي ان انت فعلا قدوتك في اللي هي المراه القويه اللي هي بتوصل مسج للناس. طب كلميني, انا عايزه اعرف الموضوع ده جاي لك ازاي. لا, انا بيانسي بشوف انه هي فنانه كامله ان everything, يعني مش بس عندها صوت حلو وما فيش حضور على المسرح, لا عندها حضور على المسرح, بترقص كويس قوي وصوتها حلو كمان, وكمان المسج اللي بتوصلها كمان المسج اللي بتوصلها بتوري كمان انه الست ممكن تعمل اي حاجه, ممكن تبقى قويه, مش لازم بس الراجل اللي هو يبقى يعني في الريليشن شيب, مش بس الراجل اللي هو يبقى عنده الماسك يعني العلاقه ما بينهم, لا الست كمان ممكن تعمل اللي هي عايزاه, وهي بتوري المسج ده في اغانيها. واللي بحبه فيها كمان انه بتوري قد ايه, طول الوقت بقول كده, بقول انه انا يعني بحب اوري ان انا قويه, بس بحب اوري كمان انا ممكن اعيط في يوم يعني عشان الست كده البنت كده كل حد كده, وهي كده هي في اغاني ساعات بتخلي البنت او الست تحس ان هي قويه قوي, وساعات بتخليكي تحسي اتس اوكي ممكن تقعدي تحقني تعيطي تحسي بمشاعرك كلهم. كل بني ادم عنده المشاعر حتى الراجل اي حد. هي عندها المسج ده في اغانيها. وتاني حاجه بحبه فيها انه هي كل شغلها بيوري المجهود, يعني مش عارفه ازاي اشرحه, بس هي لما بتشوفيها اون ستيج هي بتوريكي بالرأس بتاعها وانه هي بقالها شهرين او سنة بتشتغل على نفسها, مش بس بتيجي في يوم وليلة وبتعمل حفلة اي كلام وبتمشي, لا يعني شغلها كله الفيديوز بتوعها الاغاني بيوري انه هي فعلا كانت بتشتغل behind the scene. ده اللي يعني في احترام كبير قوي بالنسبة لي ليها, انه يعني مش هقدر اقول اكتر من كده. وكمان يعني عارفه بتفكريني برضو يعني حتى في ايام ستار اكاديمي لما كنت بتعملي اي اغنيه مع باش حتى في الكليب لو ما غنيتوش انتوا الرأس او نظرتكم لبعض بتوصل انتوا عايزين تقولوا ايه. فانت فعلا بكلامك فكرتيني واكدتي لي على كلامك وشدت تعلق في بيانسي وبغنيها وبطريقه ستايلها رقصها بكل حاجه. طب عايزين نسمع اغنيه. لا انا عملت والله انا عاده هغني لكم, بس انتوا عارفين النهارده انا مش يعني صوتي رايح مني, فمش يعني نسمع اغاني بس النهارده. وبعدين انا زين جبت لكم 2 البومز, ما تسمعوا يا جماعه قاعدين نتخانق. انا عايز اقول للناس يعملوا فوتنج انا ولا منا اللي هياخد الالبوم قبل ما نمشي. خلاص, طب هنروح لفاصل ونرجع تاني. ما تنسوش تبعتوا لنا على الفان بيج الخاصه بينا على الفيسبوك هوانا في ام العربي او الانجليزي. اوعوا تروحوا في اي حته, خليكم معانا. I had to wash it all away. I'm standing in the dark.